قيسه وشوف جماله. انا عايز اركب لك حاجه عليه. ماشي. هنا تعالى كده معايا. يا ريت سويتشيرت اول. لا 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 لا، هدي لك حاجه 36 بس المقاس. ايوه اهو. اتفضل حضرتك. ميرسي. اتفضل البس جوه. اهي حضرتك جوه. البس. خلاص. رد عليا. لسه يا فندم، لسه يا فندم. بس قول لي لسه. خلاص. لسه يا ستي لسه. خلاص طب قول لي لسه بالراحة، أنت عصبي ليه؟ خلاص. رد عليا. إحنا بنلعب استغماية. أجيب لك حاجة تهوي. خلاص خلاص أنا هبقي صوت. لا لا، لبست لبست. لبست. إيه التحفة دي؟ إيه الجمال ده؟ ده أنا سعيدة سعادة. تعالى كده. تعالى كده. تعالى لي كده. مفيش ملايين نزلت عشان مش شايف البنطلون. اديني وشك، اديني وشك. الله، شفت دول بقى؟ انا عايز ملايين حضرتك. بص حضرتك هترتب هنا. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. يا ستي انا عايز البنطلون والتيشيرت بتاعي. بقول لك ايه؟ وانا من ساعه ما دخلت وانا حاسس اني مش طبيعيه. بخ. انا هتبخ ايه؟ بخ. بخ يا صوب. بخ. بلاش صوب. بقول لك. بقول لك بخ. بخ يا وزير تقفل البنطلون من بعضي. تفتكر ان انا لو سمحتي بنطلون. عشان. من بعضي اديني حد اكلمه. بس انا لو سمحتي اديني حد اكلمه. انت داخل عشان انا وحدانيه داخل تعاكس. وحدانيه عاكس مين؟ عشان منظري يتعاكس. انت ساعه ما من فضلك اديني البنطلون بتاعي. انا حسيت. لو سمحتي انا هتصل بالبوليس واعمل لك مصيبه هنا. وانا كل واحد يخش يقول لي جيب البوليس. ما انت شكلك معتاد على كده. ليه عملت كده؟ شكلك متعوده. ودي شكلك ده شكلك كده بصراحه. رايح واللي جاي. بقول لك على بعضك شكلك غريب كده. ايه ده ايه ده؟ يا ست انا عايز حاجه. خليني اقول لمراتك بقى. وانت ما ينفعش كده يعني. تضيع الحاجه بتاعتك وترجع تقول لي. اضيع فين؟ انا في محلك حضرتك. انا مش في الشارع ولا في اتوبيس. وانا غفير عليها. ايه غفير؟ انا مش غفير. انا في محلك. انا غفير. والمحل متقفل. مفيش غيرنا تقريبا. في ناس كانت واقفه. لا حضرتك. حضرتك انت شايفاني انا داخل لوحدي من بره. ايه ايه ايه؟ انت شايفاني انا داخل لوحدي من بره. ايوه شايفاك. صح. يبقى من فضلك من ساعتك بهدوء اديني حاجتي لو سمحت. لما انت قلعت الهدوم جوه انا كنت جوه. حضرتك هتخش زي معايا جوه. حضرتك اللي سرقت واحد زيك زبون زيك. ازاي زبون زيي؟ طب حضرتك اتصرفي. طب اعمل ايه؟ ازاي ما اعرفش اتصرف؟ بقول لك في حاجتي ورايا. اجري في الشارع. والعربيه واقفه ومفيش معايا ولا رخص ولا ورقه ولا مفاتيح. الله. تعالى زبون. اجري في الشوارع انا. يا ستي بلاش البرود اللي انت فيه ده عشان شكل كده بارده ومش كويسه يعني بصراحه. ليه فين البرود ده؟ حضرتك انت شايفه ان مفيش برود يعني ولا في ايه بالظبط؟ طب اعمل ايه؟ حضرتك تحلي لي الموقف اللي انا فيه. انا دلوقتي عايز حاجتي لان انا كل مصالحي في المحفظه بتاعتي. طب كده ده كلام تكلم انثى بيه؟ دي طريقه تكلم انثى بيها؟ يا ستي من فضلك لو سمحتي من فضلك من فضلك تاني ابوس ايدك. خلصي الموقف ده وخلصيه. مش هنبوس ايدين بعض عشان انا خطيبي لو دخل وقال بتبوس ايدي تبقى مصيبه. يا ستي بلاش جنان. هقلع ازاي والحاجه مش موجوده جوه؟ انت في حاجه يعني ولا ايه بالظبط؟ تخش تقفل الشارع وترمي لي حاجتي بره وهفضل انا كده في البرافا. فتفتك تعمل ايه؟ اما ازاي هاخد من جوه؟ مفيش لبس بتاعي جوه. دي لبس وانا اخش. حضرتك تديني هدوم. انا جوه اهو. اديني لو سمحت. يعني اقفل بقى واقفل. مش هقفل ولا هتزفت. هتجيبي الحاجه ولا ايه؟ اقفل حضرتك وهتقفل الهدوم. يا ستي من فضلك خلصي. لقيت لك حل. لقيت لك حل. ايه؟ قولي وتقيلي وخلصي. اهو الحل اهو. انت تديني القميص والبنطلون بتوعي. وانا مش انا عريان يا اختي. لا عريان وده خلصت. يا سلام. اهو هتاخد الحته الحلوه دي هتحطها كده وتسترسب زي القمر. انت بتستظرفي. بتستظرفي ولا بتستهبلي؟ في ايه؟ في ايه؟ اه الله الله. تعالى اتفضل اتفضل. ارفع بقى البنطلون سنه. ايوه هو هنا. هنا ممكن ناخد قطبه صغيره. يتقطف قطبة اللي هي الشتة. تاخد قطبة صغننة كده. وده ممكن برضو. شكرا ده. شكرا. مع سلامة. باي باي. ايه ده حضرتك البنطلون إيه؟ فين؟ في ايه؟ البنطلون. ايه ده؟ البنطلون بتاعي. بنطلون ايه؟ البنطلون لسه قلعه دلوقتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده ايه حضرتك؟ ايه ده ايه؟ ايه ده؟ يا هاني. هاني؟ البنطلون هو قلع جوه البنطلون ولا قلعه فين؟ نعم نعم. ثانية واحدة. ايوه انا لسه داخل دلوقتي. نعم لسه داخل دلوقتي. ما كملتش دقيقة. يمكن حضرتك لابس الاثنين. لابس ايه حضرتك؟ انا طالع ماسك البنطلون في ايدي. لو جه خطيبي ولاد بالزعالة هيبقى يوم اسود. يوم اسود على دماغكم كلكم. انا عملت لك ايه؟ هولع لكم فوق من المحل. ليه حضرتك؟ فين البنطلون؟ قطعة زبون سرق. بقول لك ايه؟ فين البنطلون؟ حد سرق. انا ماليش دعوة. بخ 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 بخ. ايه الله يخليك عشان انا بصي العمليه بتنطط في وشي. بص انا ما بص ما بص
أناسة ما تفرقش معايا. هتمد إيدك على أناسة ما تفرقش معايا، أروح فيك في داهية. أنا هتضرب وتجري؟ أضرب وأجري؟ ليه أنا عايز صغيرة اللي أضرب وأجري؟ أما أنت هتعمل زبون؟ أنا أقف أكسر وأهدلكوا المحل. يعني أنت في إيه؟ يعني أنت بتعمل زي بلبل قدرة بقى. بلبل قدرة، زكي قدرة، أي حد ما بيهمنيش. كان يمسك توبة بسني ويروح خابط في رجلي. بص يا ست، أنا مش بص من الآخر مش عايز أمد إيدي عليكي. حضرتك ولا تقدر تمد إيدك. هاتيلي أسخن تخين وأشق نصين. حضرتك أنا حاسة إن أنا في المطار. مطار عزيز طيب. ولا راكب. بقول لك ايه المنطلون، صوتك شوف لنا المنطلون لو سمحت. اولا بعد اذنك. بعد اذن ايه وليله ايه؟ اديني يا ست الحميله بقى. اديني البنطلون اديك بتاعي. اديك ايه؟ تديني البنطلون بتاعي. همشي بايه بقى ان شاء الله؟ تمشي بايه انا؟ ايوه انا اديني انك تمشي كده. ايوه ماشي. هديك شورت بتاع حماده. ايه 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 شورت بتاع حماده. حماده مين يا ست؟ تمشي رياضي. مش انت رياضي؟ والنبي بقول لك ايه، الله يخليكي، الله يكرمك، عشان على اخري. خلاص خلاص انا مش هيرضيني. بص حضرتك، انت تحط دي كده هو وتسرسب زي الامامير. هوب 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 هوب. ايه ونيله ايه يا ست؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انت اللي في ايه ولا في ايه انت؟ الاسود ده قماش بقى، يعني غسيل ولبس ومكوى، ما تصورش بقى الشيخ كده. كويس. معاش كام حضرتك عايز؟ 38. تمام. الله، تعالى تعالى ورينا بقى كده في النور. ايش يا دي؟ تعالى كده. ايوه. لا ثانيه واحده اشوف الرجل حضرتك من تحت. ايوه. لا لا لا، ده حضرتك بقى بعد الغسيل اتفرج على جماله حضرتك. شكرا. مع سلامة الله. مع سلامة. اتفرج على جماله بقى. يلا يا استاذ مبروك. ولو عايز الوانه انا تحت. لا اشطتي ده في منه الحريمي تحفه. الحريمي قماش يجنن يجنن. لو عايزه منه البنطلون بتاعي مش موجود. لا هجيب لك اللي انت عايزاه. البنطلون بتاعي مش موجود. نعم البنطلون بتاعي ماله؟ مش موجود جوه. ايه ده ايه ده؟ تعال شوف يا ست. ازاي؟ ايه ده البنطلون يا هاني؟ هاني ايوه. هو الاستاذ قلع جوه؟ ايوه هيلع فين يعني؟ هيلع فين؟ في محفظتي وفي فلوسي وفي مفاتيحي وفي 260 جنيه. حضرتك حاطط كل الحاجات دي في البنطلون؟ ايوه. طب ليه حضرتك مش عامل مثلا كوبي من ده؟ كوبي فين؟ محفظه بتاعتي. ليه 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 وانا همشي باتنين كوبي معايا؟ هو داخل خرابه مثلا أو لا مش خرابه حضرتك. ما تغلطيش. امال حضرتك ليه في ايه وانا بغير في الشارع؟ ما تغلطيش ما تغلطيش. أنا مكان محترم وانا بقول لك لا بصراحه باين انه محترم قوي. هو اتسرق زبون سرق. اول مره نخش محلين. المفاتيح والعربيه والفلوس. واحد داخل المفروض ان هو محل محترم وناس محترمه عشان يشتري بنطلون. تمام. ايوه محترم. دخل عشان يقيس البنطلون. سيبك منها دلوقتي. دخل عشان يقيس البنطلون فبالتالي قلع بنطلونه القديم. حلو. طبعا هو مش حاطط في دماغه بقى ان هنا جماعه حراميه ونصابين وكده. فسيب مش جماعه حراميه يا ست. انت الشراب هيعمل ايه؟ انت حراميه. زبون. لا 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 انت حراميه. دخل هو جوه كلم البوليس عشان يغير يجيب البنطلون القديم. تمام. بيبص ما لقاش البنطلون. نعمل احنا ايه بقى دلوقتي؟ البنطلون فيه فلوسي ومحفظتي. ما مسكتوش في ايدك ليه؟ ومفاتيحي. ما مسكتوش في ايدك ليه؟ انت ازاي يا ست انت؟ زبون سرق زبون. مفيش حاجه اسمها زبون. امال هي وقفت هنا لازمتها ايه؟ الست دي صاحبه المحل. مرسيلي. الست دي صاحبه المحل ومسؤوله. طب ما حضرتك انا مش مسؤوله. انت مسؤوله. طب احنا هنكلم مفاتيحي وفلوسي ومحفظتي. البنطلون ده مش هيتقلع؟ مش هيقدر يمشي. مش هيغير غير لما انت تجيبي البنطلون بتاعنا والحاجه اللي فيه. حضرتك اتصرفي. انا ماليش دعوه. انا ماليش دعوه. اتصل بالاسم. مش هقلع البنطلون. بقول لحضرتك مش هلع البنطلون زي ما بقول لك. غصب عنك. مش هلع. ايه غصب عنك دي؟ مش هلع. ايه غصب عنك دي؟ اوعى تشتري. ايه يعني احنا اللي بنسرق عندك هنا؟ مش هلع البنطلون. هديك الشورت بتاع حسام ابن اخ. شورت ايه؟ شورت اصفر عندي هنا بتاعه. انت بتستهزئي بينا يا ست انت؟ يا ست في شورت ايه اللي نمشي بيه في الشارع ده؟ انت بتهرجي. بحلله. انت بتهرجي. ممكن اقول الحل؟ طب اتفضلي قولي. من غير ما تتنططي في وشي. ايه الحل؟ قولي يا ست. طب اهو حل اهو. ايه الحل؟ بعد اذنك اسمع من الحل. بص حضرتك. اه بص حضرتك. ايوه ان شاء الله. الاشار بالازرق الجميل ده. ايه الاشار ده بقى؟ ايه ده بقى؟ حضرتك لاني انا ما قدرتش استحمل مصاريف المحل كلها عليا. أيوة. بنطلونات وحاجات. أيوة. انا هاخد البنطلون بتاعي. أيوة. وحضرتك تاخد ده كده وتنزل لغايه عربيتك وتروح بالسلامه. ايه ده 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 ايوه الله. لا ما تلبسش الحزام. تعالى لي بقى قرب كده. ارفع بس من هنا بس. لا ده كاجوال. اصل انت اول ما دخلت عليا
حسيتني جاهز بانك كاجوال كاجوال يعني. لا حضرتك عشان لما تقعد لما تيجي تقعد شكرا تريح. شكرا باي 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 باي. البنطلون كده يا نجاتي انفخ الدلالين عشان عيد الميلاد. إيه لو سمحت يا مدام. ايوه البنطلون بتاعي بس كان مدموزيل لو تكرمت. البنطلون طيب انا ما ارتبطتش. بنطلون ايه؟ البنطلون بتاعي كان هنا دلوقتي. ماله حضرتك؟ مش ماله مفيش يعني هو كان هنا دلوقتي. مفيش ازاي؟ انت قلعت هنا ولا هنا؟ لا هنا. ممكن حضرتك طيب انا يعني انا بدون وقت او امشي بلبوس في الشارع. لا تمشيش بلبوس. امال امشي اعمل ايه؟ انا هحلها لك. هتحلها لي ازاي يعني؟ اديك شرط بتاع حماده ابن اختي تخرج بيه. حماده ابن اختي في ايه؟ ما تخلينيش اقفلك المحل ده. اقفل ايه؟ ما تقدرش تقفل. طبعا اقفلهولك ازاي بقى؟ لا اقفل المحل طبعا. بخ 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 يا خبر ابيض. فرصة اهلا بيك. لا لا خضتيني. انا بقول انت خضتيني. ما تلخبطش. ازيك يا كريم؟ اهلا بيك. عموما بنطلونك في حفظ الصوت زي ما بيقولوا. ايوه وكل حاجه اقول محفظه والمحفظه اقول مفاتيح كل حاجه. اولا احنا سعداء جدا بيك. الفقره دي اتصورت. ايوه لو حضراتكم عايزين تذيعوا هتقولوا نذيع. مش عايزين تذيعوا ما نذيعش. لا نذيع ان شاء الله. شكرا. تحت امرك. نذيع. متشكرين. والبنطلون حضرتك اللي خدته كادو ده مننا وميرسي والف مبروك. لو حضرتك عندك رغبه في انك تذيع هتقول نذيع. طبعا تذيع. لا نذيع على وقت الله. بعد بخ بخ نذيع. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعيه والقطات